اليوم ماشي نقاش ما بين سنترال والمستهلك، اليوم نقاش ما بين سنترال وجميع المستثمرين اللي داخلين، ان كل واحد تيقول لك هذا كيدير هذا ما كيديرش، هذا مزيان هذا ما مزيانش. احسن طريقه هي تلاقاو ونهضروا. واش يمكنكم تجاوبوا الناس وتقولوا لهم ايه راه نقدروا نهبطوا الحليب ولكن هذه كونديسيون، انتهى الثمن ديال الحليب هذه كونديسيون، ولا راه ما يمكنش؟ ها علاش؟ خص الاجابه لان الاشاعات هما هكونا. هذا اللقاء اليوم هنا في مدينه الدار البيضاء كيدخل فواحد السلسله ديال اللقاءات اللي كتنظمها الشركه في واحد العدد من المدن المغربيه. الهدف منها انه يكون واحد الانصات، واحد الاستشاره مع المتداخلين المهمين في السلسله ديال انتاج وتوزيع الحليب، اولهم الفلاحه، ثانيهم التجار، ثالثهم المستهلكين. جميع المشاورات ولا الكلام ولا الحوار اللي غادي يوقع اليوم في هذه القاعه هذه راه منقوم مباشره على لاباج فيسبوك، واي واحد في المغرب ستريمينغ راه يمكن يتبعو، فما كنديرش الفلتر، اللي تقال راه كيتسمع. يعني الشركه يعني منذ تاسيسها في المغرب ما كاينش مسائل ثانويه، يعني تدعم التنميه مثلا، دعم الشباب، دعم الحاليه الشباب العليا، دعم الفئات ديال الشباب داخل الحياه الشعبيه. المشاركة ديالنا في هذا اللقاء التواصلي اليوم اللي نظمته شركة سونتراليتيغ دانون باش نجيو نقدموا لهم المقترحات ديالنا كمغاربة وكاقتراح كشاب مغربي. بصراحة أننا كنشوفوا أن المقاطعة اليوم ولات في أيادي غير أمينة، جاء التدخل ديالنا باش نعيشوا معهم ونقدموا لهم اقتراحات. كمواطن مغربي كما كنقول دائما ان جيت باش نقول سونتراليتيغ باش نقص الثمن ويولي الثمن في الحليب، في ماده الحليب يولي ثمن شويه مخفف على الطبقات الفقيره محدوديه الدخل اللي بصراحه لان هي اكبر متضرر في الزيادات، يعني بطريقه حواريه بطريقه اللي اعتمدتها الشركه كذلك اللي كنشكروها وفتحت لنا باب الحوار وما سعتش الى الهروب الى الامام كما قاموا بعض الشركات في ذلك. والحمد لله هذا هو الحضور ديالنا اليوم باش نوصلوا صوتنا، صوت مغربي في هذا اللقاء التواصل. كاين برامج للحفاظ على النسل، لانهم اللي كنجيبوا بقرات من الخارج اللي هما بقرات حالو كتجيبها هنايا، هذيك بنتها اللي كتولد اللي خصك تحافظ عليها باش تطور النسل ديالها. وحنا المواطنين اللي ما عندنا علاقه بالمواطن يمكن كاين غيس تولي سلام مقاطع. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو هذا الفيديو مع صحابكم، وما تنسوش ديروا جيم الموقع إحاطة على شبكات التواصل الاجتماعي.